السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي كنغادروا السيكتور 4 وغادي ندوزوا معاكم في السيكتور 3 والجوج، وحنا غاديين حتى لواحد، وغادي نهضروا لكم ان شاء الله على الاشغال فين وصلات والامور فين غادا وكيفاش غادا. الحمد لله هنا الظهر ديال السيكتور 3، هنا الظهر ديال السيكتور 4، جي اش 3 هي دي اللي حنا داخلين ليها دابا. جي اش 3 كيف ما كتوضح الصوره، هنايا عندنا واحد البوست ديال الضوء، هنا عندنا هنا بعض الاغراس، اللهم يستر يا رب، الله يسخر الصوره. نهار على نهار كتبدا تزيان وكتقاد الامور، في انتظار انه وجهنا مجموعه من الرسائل باش الساكنه يعني تحافظ على هذا المكسب هذا. يعني الشمس، هانتوما كتشوفوا الشمس فين ضاربه، شحال الساعه دابا؟ الساعه غنعطيكم التوقيت بالضبط، الرابعه ونصف. يعني الشميشه هي دارت عند الناس هنا وراه كتبقى حتى للسبعه الثمانيه ديال العشيه، والناس اللي جاو في الشوكه وهذا فكتبقى الامور عاود مزيانه، خصوصا اللي جاو على الشارع ريتها ما حد باقي ما كاين لا بني لا والو. طلبوا ربي تيسر الامور. السيكتور 3 نهايه الاشغال، هنا العمارة رقم 15 14، الأشغال على قدم وساق الحمد لله. يعني كما قلنا لكم الأشغال اللهم بارك على قدم وساق الحمد لله، يعني نهاية الأشغال بعد المعنى. الإشكال اللي بقى كما سبق وشرنا هو العملية ديال ريدال، واحد البرونشمون اللي خصو يدار، خصوصا كنهضرو على السيكتور 2 و3، الناس اللي معلومين على اساس ان شاء الله غيتحركوا لمدينه الصخيرات. خوتي مجموعه من الزوايا في السيكتور 3 كما كتشوفوا هنا، عندنا العماره رقم 4 وحده 3 و2 و1، جات قدامهم هذه التريده ديال الوليدات، هنا الخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة والحداش والطناش حتى الثلطاش، فجأة قدامهم هنا التيران كرة القدم. كنتمنى من الله انه لمالا ان هاد التيران هادي داروا لواحد البارات، يعني داروا شي حويجات زوينين ويبقى التيران زوين ومتول ويحافظوا عليه الوليدات ويحترموا التوقيت ديال اللاعب، لان واحد الوقيته ملي كتوصل 9 و 10 الليل فكنهضروا هنايا على الناس كتجي تبغي ترتاح من التماره. وهذا لافونتاج اللي كاين هنا هو انه كل سيكتور تقريبا فيه واحد الجريده خاصه بالوليدات، فيه واحد التيران خاص بالوليدات، والمشاريع المجاوره كذلك بحال مشروع الريف هنا اللي جا حدا السيكتور 5 بالمحادات ديال السيكتور 5، فيه مجموعه من الملاعب تا هو كذلك ديال القرب، يعني فيه كره القدم فيه الباسكت، هادشي زوين. في انتظار ان شاء الله، في انتظار اننا نشوفوا وزاره التعليم، نشوفوا الناس ديال التعليم، انه نشوفوا مؤسسات جديده ابتدائيه واعداديه والثانويه، ونشوفوا تكوين مهني قريب، ونشوفوا مجموعه من الامور اللي تفتح افاق لهاد الوليدات. لاننا غير في مشروع البساتين هنا كنهضروا على 3700 بارطمان، كنهضروا على 3700 بارطمان، اذا ضربتي كل بارطمان فواحد خمسه الافراد فكنهضروا على واحد 100000 ديال البشر، ما سهلاش. الله يسخر، نديروا اليد في اليد ونتحدوا ونحافظوا على هاد المكسب. هنا باقين في السيكتور 3 وغادي نكملوا معاكم الجوله ان شاء الله. هنا السيكتور 3 زاويه خطيره هنايا مع الشجره والنخيله، وهاد البعلوك هذا راه ما يعرفوش بزاف الناس، جا مرايه جا مصفي لي زين وخيرهم من الاثنين، واحتكار اللي كاين هنايا. يا سلام، هاد البيوضيه هادي كتعكس واحد الجماليه فهاد، خاصهم يخليوها بيضاء على الله. السيكتور 3 من زاويه اخرى كما كتوضح الصوره، كنتمنوا من الله الساكنه انها تحافظ على هذا المكسب هذا. هنا السيكتور 3 وهنا الدخله ديال السيكتور 2 و1، في انتظار ان شاء الله لمالا نديروا انشطه زوينه مع هاد الوليدات هنا، ونديروا بزاف د الحويجات ان شاء الله في مستقبل الايام.